السلام <applause> عليكم اخوتي راه هاد البلاد هادي اخويا راه المرات المخدرات ديالها دي وشحال من حاجه شعر لهاد الناس ديال اللي كيشار الناس الشوارع فمش بصفه عام واش كنت تعرضوا للجمال اش كاين تقدر من مسباك كان لي عشاق راه كل كل شنو شي ولو و فهمتي الصفات ديال الانسان كيفاش يتعامل مع الزنقه هادي الزنقرة كنصح جميع الدراري اللي كيتعرضوا مخدرات من بعدهم المخدرات راه تا لعبة هادشي الدراري وديرو عقلكم ولا عندكم شي والدين حتافضو عليهم ولا عندكم شي حاجة في شي حاجة عيشو عيشو حياتكم كما حنا راه غالب الله خويا بنادم يتقى الله شوية وي دير شي حاجة في حياته حيت هاد الشباب ديال اليوم هذا راه غيضيع اخويا راه غيضيع بزاف اخي فهمتي كيش عرض المخدرات بزاف كاينين ان انواع مخدرات كاين كاين ليكستا كاين دو بوان كاين دو يو كاين سيسيو كاين الحشيش كاين بزاف ديال الحوش في هاد 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 بالنسبه للمنطقه السله السله بزاف اخويا راه كريساج راه خويا خويا والله الله خير والله الله خير الدراري لي مبلين الله يعفو عليهم اخاي لي 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 فيه شي حاجة اخويا يمشي يخير خيالشاش... شي حاجة شي سبيطار ولا شي حاجة عرفتي علاش حنا راه نمشي را... كدا كاين لي حشاق راك كاين كله وشنو شنو وي فهمتيني راه بزاف د الحوايج راه الزنقة راه الزنقة كنصح الدراري كاع اللي هاد لي جناصور طالعة خيرة خيرة اخويا را. راه راه كاينين شي شي اعداء اخويا راه اه سلام اخويا راه كنشوفو بزاف ديال الحوايج اخي هاد الدنيا هادي زوين الرساله اخي كان اللي عنده شي وليدات واللي عنده شي حاجه يحتفظ بهم اخي راه حتى الزنقه ماشي فهمتي بنادم ان شاء الله في ولادو يقريهم ويتربيهم تربيه حسنه حسنه ادي رسالة خي بعدهم المخدرات راه مخدرات راه شي حاجة اللي تقدرش هلك بنادم حنا معروفين في مدينة سلا اي واحد يعرفنا راه معروفين